اليوم المعطيات تميل إلى بوصلة خلق ائتلافات جديدة وعملية سياسية قادمة تلوح بالأفق ذات مواجهة صعبة في المشهد السياسي العراقي وما بين الغرماء. هناك تيار الصدري الذي له ثقل سياسي وشعبي لا يستهان به، ومن ثم جمهور المنتظر عودته بفارغ الصبر لهذا المشهد، على الرغم من حد الآن تحفظات السيد الصدر عن أي تصريح أو أي بادرة للعودة للعمل السياسي، لكن هذه كلها تكهنات. وحسب المعطيات المطروحة اليوم وحسب تصريحات سابقة للسيد الصدر، أنه لو عاد فعليا إلى المشهد السياسي العراقي فهو يعود كتيار إصلاحي لا يريد التعاون مع من وصفهم بالفاسدين، فبالتالي هي انشقاقات واضحة تلوح بالأفق بين المكون الشيعي.